اهلا وسهلا صحباتي الزوينات، كي داير لاباس عليكم؟ المهم الدياولي نتمناكم يا ربي تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين مع فيديو جديد ان شاء الله. المهم بديت معكم هذا الفيديو هذا من الصباح، من صباحكم اللي فقنا فطرنا الصراحه، جمعت لنا الطبله ديال الفطور وداك الشيء، وبديت معكم بحال الكونهير ديالي. المهم بديت هذا الفيديو غادي يكون زوين بزاف، ونتمنى انكم تتبعوه من الاول حتى الاخر. غادي يجيو عندي البنات واحد الضياف مفاجاه اللي ما عمري كنت ناوي غيجيو عندي، وجاو عندي. الحمد لله على كل حال، هانتوما ان شاء الله معايا في هذا الفيديو. المهم البنات اول حاجه بديت بها هي هذا الصالون هذا. انا ماشي انا حتى كنسمع الضيف غادي يجي عندي، علاش كنبدا نجمع؟ انا ديما الحمد لله داري نقيه، كنجمع ديما، انا ديما كنهبش كما كيقولوا. ولكن البنات ثاني ملي سمعت علموني الصباح صونوا ليا قالت لي راه غنجيو عندك ان شاء الله هذا، قلت لهم مرحبا الف مرحبا. البنات مرحبا الف مرحبا، ما كيجي عندك غير اللي كيبغيك. صافي البنات نتهكوا، جمعت البنات الروينه. المهم راكم عارفين الفطور انا واسراء كنفطروا مع راجلي، ما كيكونش الصراحه ما كيكونش بزاف في الدار انا وبنتي، وبنتي كتبقى تروان راكم عارفين تاكل، كيتفرج ليها واخا كتحاول انها ما تفرتش، ولكن شوفوا ضروري وما يمكنش انك تقمعي وليداتك ملي كتشوفوا شي دار البنات مجموعه ديما، راه كتعرفي ان هذيك مثلا مزيره ولدها ولا مزيره بنتها، حيت الدار اللي عادي كيكون الروينه كتكون ماشي ديما الدار مجموعه باش المهم الحاجه المهمه ملي كيكون نقاء راه الروينه كتكون، ولكن مثلا الصدر كيكون مثلا مرونين، ولكن الا قلبتي تحتهم تلقايهم نقيين والغبره ما كايناش ومجفين، هذه هي اهم حاجه باش ان وليداتك ما يمرضوا ما حتى شي حاجه. صافي هذا ما كان هنا البنات، قلت غادي اختي السبيراتور اختي ديالي كانتوما شفتو كنديرها في الدونيش، انا هي الدون انا هو البريز، ايوا كنبرك بحال هكا كنحيد عليا داك الخمله الخبز. والصراحه البنات والله العظيم الا كنت هاد الباي باي اللي كتشوف كنت حاقراها، والله الا كنت حاقراها، ولكن راهتي كتشوف وكتبرد القلب تقولي غير سبيراتور. هي ثاني ما نقولوش ما نكذبوش عاوتاني ماشي بحال سبيراتور سبيراتور، ولكن هذه البنات راه زوينه حتى هي. مشيت عند واحد صاحبتي داك النهار متتبعه ديالي، بصراحه ما كان متتبعه ما عندها لا قناه لا والو، غير عبدت عليا مسكينه في الولفه، عرفتي واحد السبيراتور البنات عندها واعره، قالت لي راه دوني تاتي خاصك، قلت لها حتى نرحل ان شاء الله، قالت لي راه الزربيه قالت لك تولي تشعل، قالت ولكن ماشي ديريها ديما، حيت انا ما عمري البنات كان عندي سبيراتور وما كنعرفش اصلا كيفاش كتستعمل، كنشوفها غير عند البنات اللي كنمشي عندهم ولا شي متتبعه شي عندها دارها ولا شي حاجه. المهم هي فين كنشوفها عندهم. ها البنات صافي جمعت الصالون كما شفتوا، رديتو كيشعل هادو جوج البنات كيشعل كما قلت لكم. صافي المهم قديت لي كاع الامور ديالو. هنا البنات راني باقي ان شاء الله غندير معكم الغداء، غندير واحد الغديوه هكا بسيطه. المهم هنا بغيت نصب الحوايج صراحه البنات، شنو نقول لكم والله البنات الا ديما راكم لاحظتوا في القناه ديما كنقول لكم الحوايج فيهم البركه، الحوايج والصابون والطويان ومهم والمواعن تبارك الله ما شاء الله شحال ديال البركه. عرفتي كنقول تبارك الله خايفه نضربهم بالعين، عرفتي شنو نقول لكم البنات راه بزاف، راه عرفتي شحال كنصبن يومين يومين الى غير الى يومين بركتو عقست ما صبنتش كتبان فيا. هنا البنات واحد المتبعه قالت لي شاركي معايا الماكينه ديالك والزوينه، صراحه البنات انا دابا راه تقريبا طالع راه عام كملت عام البنات، راه خديت هذاك العام خديتها شهر 11 ديال العام الفايت واقيله، شهر 11 هو شهر 10 هو شهر 10 اخر دا هي عام. وصراحه البنات زوينه، انا وقع لي مشكل ان الطبق قطعت عليا من التيو كتخرج الماء، اما هي ما خسرات لي ما والو، وكان فيها غارانتي ديال عام 1700 درهم باش تخدات. زوينه زوينه زعما الصراحه، شكون البنات صراحه زوين وما كندير لهم لا اشهار لا والو، راه كلشي كيشكرهم ماشي غير انا، كلشي البنات كيشكرهم، وقبل كاع ما ناخذها كنت شفت البنات كيشكروها. وهذا ما كان، وبغيت نقول شكرا بزاف لان خدت علينا واحد السيده الله يجازيها بالخير الله يرحمها ديما كان، المهم الله يجازيها بالخير ويفرحها ويخلي لها وليداتها. هذا ما كان هنا البنات. المهم بعد ما درتها البنات الدوره الاولى كتصبن ديال الحوايج، كنتسنى ان شاء الله ما تجي فينا البنات تصبن وتسالي حتى غادي ندور لهاد الدوره اخرى. لهاد الدوره المهم زعما ما تجي فين تسالي الدوره الاولى تنكون انا صيقت بعدا حاشاكم الطواليت، بعدا راكم عارفين ملي كيجيو عندك الناس واخا نقيه ولكن كنبغي البنات تبقى فيها واحد الريحه زوينه، كنبغي يدخل عندي الطواليت ديالي تكون ريحه زوينه. فالمهم البنات نقيتها ورديتها كتشعل وصافي، المهم درت لها داكشي داك المعطر اللي عندي تا هو حليتو حيت مابقيتش كنحلو بزاف، مره هكا حتى كان المهم حيت كاين فيه الريحه مجهده. هذا ما كان هنا البنات شوفوا انتم كيبقى هذا نوريكم البنات من كيهود ليا هادشي اللي كتشوفوا من كيهود، كيهود ليا من واحد التيو من الفوق دابا، حيت ملي كتصب الشتا كاع داك الماء كيتجمع في واحد البلاصه بحال البير عندي فوق البيوتا، كنكون ناعسه كنقول عندها كطيح عليا الضاله الوسواس وما دار بختكم دنيا. صافي هذا ما كان، يلا البنات ان شاء الله انتم معايا في هذا الفيديو هذا، الى وصلتوا هذه اللقطه هذه
هاد اللقطه فين اختك دنيا كتصيق اختي لحداك، شكون فينا اللي ما حادقاش؟ شكون فينا اختي اللي ما كتعجبهاش تصيق؟ شكون فينا اللي ما تبارك الله ما شاء الله كنقول لكم نتوما كنتعلم منكم، ما كنقولش لكم مثلا نعلمكم تصيق ولا هذا، فقط كنشارك معكم حياتي اليوميه. هذا ما كان، يلا هانتوما يا صحباتي. طموحة أنا، تعلمت تسلق الجبال لا ليراني العالم، تسلقتها لأرى أنا العالم من فوق. أنا ابنة الأرض والتعب، لم أخلق وفي فمي ملعقة من ذهب. منذ زمن بعيد ما عاد يخيفني الفشل، فقد انتشلت سيف العزيمة من الأرض لأخوض معارك شامخة وتماما كالسهم. حتى وإن عدت خطوة للوراء سأنطلق بكل قوة لأحقق ما أريد، ولن أقبل بأقل مما أستحق. صحيح أنني ظلمت، خذلت، كسر قلبي مرارا وتركت يدي كثيرا، لذا قررت أن لا أعطي مفاتيح قلاعي لأحد، ولن أسمح لوهج الرغبة أن ينطفئ داخلي أبدا. فقد أقسمت لدموع ذات ليلة أنني لن أنهزم، فلا تراهن علي، أنا امرأة تحكي عن جراحها وهي تبتسم. صافي أنا صحابتي، المهم راني صيقت، غسلت المعنات ديالي كاملين، الله على راحتي كنرتاح. هنا البنات مصبنا، هذه التصبين اللي نشرتها انتم كما شفتوا، ودابا ان شاء الله غادي نصبنا البنات هما دابا، ماشي راني كنصبن دابا، هذه الشبكه الثانيه. عرفتي شنو نقول لكم البنات؟ والله الا صراحه ما كنلقاش فين نشرح حوايجي، السطح الناس تمنع عليا شحال هذه. المهم راه كنت عاودت لكم واقيلا، كنت واحد النهار طلعت نشر انا وراجلي واحد الزربيه، هوت في البلاصه وصل الميساج حق دنيا، طلعت نشر زربيه. هاد الدنيا مالها؟ شنو فيها؟ واش فيها شي حاجه زايده؟ الله اعلم. زعما كي بعد ما كتكون الحقره البنات كيحقرك الانسان، حيت كيشوفك درويشه وحد راسك كيحقرك والله. ولكن الحمد لله ربي راه ما حقرناش، ونتمنى ان شاء الله واحد النهار يولي عندي سطيح ديالي ولا ننشر ديالي ولا مع الجيران. المهم حتى نولي نطلع نشر ونشر حويجاتي ويتشمشوا حويجاتي وينشفوا لي حويجاتي. مع العلم البنات في البرد صراحه، في البرد راه الحوايج كيبقاو حتى لسيمانه وانا نشراهم، كنولي نتسقرم حتى في التبدال، حتى في التبدال كنتسقرم انا وبنتي في التبدال. الحمد لله على كل حال، هنا البنات ان شاء الله غادي نشرب البنات حويجاتي، وغادي ندير ان شاء الله واحد الغديوه خفيفه ظريفه ان شاء الله انتم معايا صحباتي. عرفتي دابا حيت جاي عندي الضياف غنديرها شي حاجه خفيفه، كنت باغا نديرها البنات الرفيسه، كنحماق على الرفيسه، اولا كنت باغا ندير البايله، البايله ديال الدجاج ماشي البايله ديال الحوت، راكم عارفين الحوت شحال ولا. البنات دابا شوفوا، يلا هبرك، شوفوا 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 شوف كانت دايره، يلا غادي نديرها البنات ها ونبرك، يلا غادي نديرها. ها انتم اختي، ها انتم اختي، شوف شوفوا اختي، ما عندنا ما نديرو، هذا هو حالنا، نموتوا على الشقة. شوفوا اللي كيقولوا دنيا نقصي، شكرا لكم بزاف دنيا، حاولي انك نقصي على راسك، راه ديك الدار ما كيبان فيها والو عندكم البنات. شكرا لكم بزاف، ولكن صراحه شوفوا باش ما نكذبش عليكم كنلقى راحتي هكذا، ما كنبغيش البنات تبقى في الروينه والفلوسه، سمحوا لي، ولكن راه ما كتعطينيش خاطري الصراحه، راه غير طحت فرشيت ديال الخبز وطاح، وبدا قلبي يتحك ونبدا نهضر مع، ونبغي غير نتينوض باش نشطه وباش نسوز داك الخبز ديال مفرتش اولا شي حاجه مدفقه فوق الطبله، ونبدا نتحك خاصني كلها طايحه نمسح. ولكن بصراحه هادشي راه بزاف كيزيد على حدو، اكيد واحد كيولي موسوس، فغنحاول نقص شويه. المهم البنات راه باقي ما قلتش لكم في الاول فيديو، بديت معكم فيديو بالحداقه وداك الشيء، غادي تجي عندي ان شاء الله واحد المتتبعه من المحمديه تليفون صونه، قلت لكم غتجي ان شاء الله عندي واحد المتتبعه من المحمديه، صورت لي مسكينه الصباح قالت لي دنيا بغينا نجيو عندك اليوم واش مساعي، قلت لها مرحبا الف مرحبا، غتجي هي والام ديالها ومساكن نجي عندك انا وامي امتي، قلت لها مرحبا الف مرحبا، قالت لك نتلاقاو غير في الزنقه غير نشوفك، قلت لها اختي علاش؟ قلت لها ما هي من تربيتنا، ما من هي من عاداتنا، ما هي من تقاليدنا. قلت لها مرحبا بك في داري، جي الا قبلتي عليا مرحبا الف مرحبا، دخلي الا ما هزاتك هاد العين تهزك هاد العين، هزك فوق راسي انا المتتبعات ديالي، انا الطراب ديال رجليهم، كنقولها لكم ديما البنات انا الطراب ديال رجليكم، علاش؟ لانكم متتبعات غزالات فنات الخير، شوفوا كتبغيو ليا الخير، كتقول كلام زوين، تعاليق زوينه، كنتلاقى معاكم شخصيا كنتصدم بطيبه القلب ديالكم. شكرا لكم بزاف والله العظيم، الا شفتو كنت كنقادر في هذا الموضوع كتبغي تجيني تبكي. المهم البنات دابا ان شاء الله بركت نرتاح، غنضرب الطيب هكا شي غديوه بالزربانه وبنتي، عندي شويه الكبده، عندي شويه ديال الكفته ان شاء الله غادي نديرهم الغديوه بحال هكذا. عندي الخبز الحمد لله يا ربي، عندي كل شيء دابا صافي البنات، بقى صافي ساليت كل شيء، غسلت المعينات اللي دار درتها جففت، بقى لي غير الغدا هو اللي غادي ندير، وغادي نتغدى ونتسناو ان شاء الله تيجيو المتتبعات. المهم اللي غايجيو ها باغا تقول شي حاجه؟ نقولها ولا تقولها انت؟ عاودي بغات تهضر معاكم البنات اسراء مسكينه قبيله سكتنا حتى الصباح غوتي حيت قال لي ما كتسمعش.
قبيله فسكتنا عشا الصباح ماما كانت كتسحب بلي ما كايناش العطله نهار الحد وقالت لي نعاودها لهم باش يعرفوا دابا البنات اليوم الحد ياكو اليوم الحد والبارح انا قلت العطله دنيا غنصبح وناعسين ماما حطيت لكم واحد الفيديو ديال روتين المسائل داك النهار فاش درنا سميتها سباكيتي المهم بالمطيشه المهم هذيك ونعسنا ياكو وملي فقنا الصباح تخيل البنات دنيا بحال دباغي وبحال شي سطيه نطلنا درت التليفون بحال هكذا كنلقى 9:30 ناري البنات اش درت بالغوات يسرا نوضي لبسي حوايجك مشيت جبت الشكارة جيت كنجري عرفتي اكبر شمس العشيه وقعت لي في حياتي هي ديال الكوبين يسرا كنضحك مشيت البنات جبت الشكارة والله البنات لبست جلابتي مشيت كنجبد الفطور باش نقاد ليها شويه تقول لي يا بنتي تبارك الله ما شاء الله قالت لي ماما وتا هي راه مشات معايا في هبالي لبسات حوايجها وهي تقول لي ماما ماشي اليوم الحد قلت لها الحد وانا نمشي كنقول مشيت البنات لومبرو بديت كنتفتف قلت لها اليوم الحد واش غندير قالت لي حيدي حوايج ونرجعو نعسو قلت لها هي اللي ما تعاودش بنيتي مع راجلي خدام ما جاش حيدت البنات حوايجنا واسراء طفينا الضو جبدنا عليه حتى ل11 والله حتى ل11 حدا شفقنا من النعاس هي اليوم ونطل بنات المهم راه جمعت هكا الدنيا وداك الشيء ساكتو معاكم يلا بغيت غنعاود لكم هاد اكبر شمس العشيه وقعت لي اليوم عرفتي مت على راسي بالضحك يلا البنات ان شاء الله دابا بقاو معايا تغداو ان شاء الله ديروا لايك ديالكم اصلا ديرنا لايك انا بغيت نقول لكم بعدا البنات اللي معنا في القناه علاش ما كديروش لايك ماشي كلشي انا ما كنعلمش صحاباتي كاين المتبعات اللي دايرين لايك ودايرين ابوني وكيتفرجوا وكاين المتبعات اللي كيتفرجوا ما دايرينش الابوني وما كيديروش اللايك علاش لان الاحصائيات ديال القناه ديالي كندخل كنعرف شكون اللي تفرج شكون اللي ما تفرجش شكون اللي تابونا اخر 30 يوم 28 يوم كنلقى بزاف اللي تابونا وما كيديروش تعليق ما عرفتش علاش مرحبا بكم مرحبا بكم هكا شي تعليق يكون زوين ان شاء الله جايين فيديوهات غزال غادي يعجبكم بزاف شي حوايج اللي بغيت نقول لهم كيكونوا غزال زوين بغا تفرحوا ليا بزاف يلا ها انتم معايا نروح عليكم واخا كثرت عليكم الهضره ولكن ها انتم معنا واخا كثرت عليكم الهضره شوفوا مره ديروا هك مره ديروا هك ماشي مشكل هبيله اختكم يلا هنا صحاباتي ان شاء الله غادي ندير كبيده الاسراء راكم عارفين مع فقر الدم كنحارب لي اختي فقر الدم بالكبيده هكم مع بصله البصله الحمراء ما عنديش الماده غير البيضة شويه الربيع باش كتجيها شويه بنينه شويه الكمون وشويه الملحه وشويه زيت البلديه ما بقاتش عندي الصراحه كنت ندير زيت البلديه ما بقات ندير زيت البلديه زيت الروميه يلا غناخذو ان شاء الله فغادي نشحرها لها غير شويه ديال الزيت الروميه هاد الايام عاد البنات مال لساني اختي كيتلوى ما فهمتش هانتوما ان شاء الله هذا مكان غادي ندير البنات الاسراء هي غادي ندير ليها الكبيده وانا غندير ليا شويه الكفته صراحه غادي نتغداو كلنا راجلي راه يلا دخل غادي نتغداو ان شاء الله وغادي لان المهم باقي عنده ما يدي غادي يعاود يخرج وغادي نتسنى ان شاء الله الضيفه ديالي كنت باغي ندير البنات شي حاجه ولكن حلفوا عليا قالت كل درتي شي حاجه قالت حنا باغيين نتلاقاو معاك في الزنقه باش ما طيبي ما ديري والو قالت لي دنيا عافاك ما عندك ما ديري حتى شي حاجه زعما اش غنقول لكم والله كنحشم بحالكم اللي كيجي عندي شي واحد هكا وهذا كنبغي ما نخلي ما ندير ليه ربي لي شاهد والله البنات ما نكذب عليكم حيت انا كنفرح ملي كيجي عندي هكا شي ضيف للدار والله الا كنفرح واحد الاحساس زويون والله ربي لي شاهد عليا هنا البنات صافي كنشحرها غير بشويه ديال الزويته وشويه مليحه شويه الكمون وبصيله صافي هادشي درت فيها البنات واخا راه ما كتبغيش البنات تاكلها باش ما نكذبش عليكم راه بزز باش كتاكلها ليا راه ماشي زعما خاصني نقول لها شي حاجه وخاصني نوعدها بشي حاجه ونطمعها بشي حاجه ونفرحها بشي حاجه باش انها تاكلها ليا ايوا هذا هما الامهات اللي عندها الوليدات راه خاصها تصبر وخصوصا ملي كيكونوا مراد ومساكن مريضين الصحيحه ديالهم بحال هكذا كيخصك ديري معاهم الخاطر شكون بحالي البنات انا القريعه ديال الكوبليتير ملي كيساليو ما كنلوحهمش حاشاكم الزبر كنخليهم كان عندي البنات الجنجلان وانا نقول اجي نستغل ندير فيها الجنجلان عندي البنات الجنجلان نديرو فيها باش القريعه ديال العطريه يبقاو خاويين لانني باغا نتقدى ان شاء الله عطريه بحال هكا سالات لي عاوتاني بالزربه البنات كتسالي عطريه هاد الايام مع 5 دراهم كان كيعطيني فيها بزاف مثلا 5 دراهم ولا كيعطيني 5 دراهم بحال عطاني 2 دراهم ولا درهم صافي هذا ما كان البنات مسحت كل بلاصه فين غادي نمشي البنات نتغدى صافي نتغداو ان شاء الله باش نتسنى حتى تجي الضيفه ديالي المهم ما تكونش روينه في الدار كنجمع الروينه وداك الشيء صافي ونبرك المهم البنات دابا لقيتوني غادي نجيب ان شاء الله السيده المهم بتغدينا سالينا كلشي شي حاجه من انك تغديت سالي الروينه كلشي الضياف جاو عندك في الوقت راه عرفتي راه واحد الانجاز هذا الاحساس ولبست بدلت لبست كسيوه بدات هانتوما لبست زويف ديالي اللي كنت لابسه
صافي البنات واسراء تلبسها البيجامه ديالتها صافي هذا ما كان. ودابا ان شاء الله غادي نمشي نجيبها، قالت لي انا واقف حتى الجامع نمشي نجيبها ان شاء الله ونرجع لكم. بعدا راني شاركت معكم هي ديالي، هذا هو اهم حاجه. يلا مول نبقى معايا نطفي تطفي هذاك الضوء في الضوء ديال البيت، ما نخليوش الضوء مشعل. يلا خرجي يلا البنات. المهم البنات دابا انتم يلا دخلت اول مره وقيله عندنا معكم، ها هما الضيفه ديالي جبتهم لكم كما مشيتي بالضيفات ديالي وحده حدا الجامع ديال عالي. المهم بس نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير، وبغيت نقول لكم جاوا عندي اختي بنات بلادي هادو. المهم هضروا انتم هضروا باش. السلام عليكم بنياتي حباباتي، كي دايرين المتتبعين ديال بنتي دنيا؟ لاباس عليكم هانيين، الله يكبر بكم والله يكبر بدنيا بنتي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير بالتمنيات الزوينه يا سيدي ربي. اللي عنده شي تمنيين الله يحققوا ليه، اللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه. ونتمنى من بنتي دنيا ان شاء الله توقفوا معاها وتزيدوا تدعموها وتزيدوها قدام، راها عزيزه وغاليه والله القسم اقسم بالله العلي العظيم الى هذا المجد جيت عندها حيت نعتبرها بحال بنتي. وراه بنت بلادي، راه احنا راه داد السيد حنا راه شنو حتى شي حاجه ديال غيست تمازي ما نعرفش الحاجه دايما معاهم نقول لهم سمعي عليهم. السلام عليكم غيست تمازي، تينا ما تهنمت ما تيام لاباس غرون كلشي تهنمت وربي عاوني انت دنيا تعاون انت غي عاون ربي تعاون، ولكن ها دنيا لما انت تيا غرون سيري انت السفله كنت السيله ربي هتعزها هتيادي اللي تاتوري اللي ما ديتي بدا نخسى ربي بدي مديت وكنتي عاون ربي عاونت واتينا. انا فهمتها ولكن بغيت نهضر انا انت ستغاتي صغور ستكبر زار نخت تفرح زار نخت كلين والله تمشي تاخس تزر في الفيديو هاتو كراك داك انت زير الفيديوهات شي شويه ولكن داك انت صغور ما كنتش صغور وكار والله يا تي التربات زون تنشتع من فيه تاختيني وكنتي عاون ربي عاون سا مسكينه قالت كما كتشوفها في الفيديوهات راه هي في الحقيقه قالت راه بحال داك الشيء كتشوفو. المهم وانت هضري هذه بنت خالتي فاطمه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديري لاباس بخير كلشي مزيان؟ مرحبا بيا في القناه ديال يوميات دنيا. او صافي نقول كتحشم بحالي هذا راك انا براسي كنت تهدري حشم انا. المهم البنات والله الا فرحت بزاف حيت انا قسم ما شويه التلفازه فرحت بزاف البنات حيت جاو عندي والله الا فرحانه ملي قالوا لي. واصلا ملي هضرت معاهم البارح قال لي حنا راه ملي كنمشي واحد راه بلادك وهذا كان فرح والله الا كان فرح كنحس بحس الزويون. وبغيت نقول لكم مرحبا بكم لي الشرف انكم تجيو عندي والله البنات قلت لهم ملي عرفتهم غيجيو قدام الصح على الحق قالت تاتي بحالنا كلشي نقي كلشي مرتب والصلاه نبيع عليها متوله والله كيف كتشوف والله القسم كتحاول ترتب باللي كاين وتنقي باللي كاين الله يجعطي ربي يستر ليها ويعلي القلعه ووقفوا معاها الله يستركم ويحفظكم الله يعطيكم الوجه في خاطركم وانتم المتبعين ديالنا الله يعطيهم الوجه في خاطرهم الله يسهل عليهم الله يفرحهم واللي كتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليها. والبنات المهم الفيديو غيكون زوين ان شاء الله بقاو معنا. وبغيت بعدا بغيت نقول لكم واحد الحاجه والله البنات غنقول لكم واحد الكلمه وربي اللي شاهد هما والله هما جاو لعندي عندهم البنات قناه وقسم بالله ما قالوا لي دعمي لا شي حاجه غير انا بغيت المهم كان وقع لي مشكل في القناه الاولى وقالت لي راه عندي قناه قالت لي داك النهار وجاو عندي اليوم انا بغيتكم تدخلوا عندهم الله يجزيكم بالخير قولي سميت القناه ديك وانا غنحط لهم في اول تعليق فاطمه الزهراء تي في غنحط لكم البنات الرابط ديالهم في اول تعليق بعد لما يسأمر دخلوا عندهم البنات وقول لهم جينا من عند يومية الدنيا عاد شنو نقول لكم انا راه صدموني شنو جابوا لي شي حوايج المهم يعني كان الفيديو لا الفيديو كان طويل راه حتى غدا غنكمل لكم جا الفيديو قصير غادي نكمل لكم شنو جابوا لي ان شاء الله وغادي نعمروا ان شاء الله بنادي ديال اتاي والله راه كنعتبرها بنتي اقسم بالله العلي العظيم الا تنحس بها بنتي راه ماشي عادي علاش غنعاود لكم وقع لي واحد الحاجه والله نعاود لكم واحد الحاجه وقعت لي دابا كنت دايره واحد البروفيل وهي تهضر معايا قالت لي السلام عليكم انا خالتك تخيل ملي قلت لي خالتي كيصحابني خالتي اخت امي التصويره ديال خويا انا كيصحابني خالت اخت امي كما جات كما لقاتني وبديت فرحت وبديت كنبكي وقلت راجلي لقيت خالتي اخت ماما صح اقسم بالله اش فيا ملي كنت ربما الله تكون راه نفس البلاد ربما تكوني انا نقول ليه ويقول لي نشوف نشوف التصويره ياس فرح نشوف شتي ليا بقيتي كتعاود لي عرفتك لا راه ماشي خالتي ولكن قال لي حتى هي راه خالتك لا نقدر نبحثوا ربما نكونوا عائله بصح واش عرفتي راه من نفس المنطقه ومن نفس البلاد سبحان الله غير انا تنهضرش الشلحه حيت انا مراه كبيره انا ما كنلقاش مع من نهضر وهي وبنتي راه ما كيلقاوش مع من يهضروا الشلحه اما هي كتمشي كتمشي للبلاد كتهضر مع الناس من قلعه مكونه عملت دات انا تصدرت دات بنتي دات واحد بومان هما تيتسوقوا بومان كيتسوقوا قلعه مكونه ولكن انا ما كنعرف والو ولكن عمري مشيت وعمري شفت وعمري عرفت غتمشي معنا ان شاء الله نهار الدنيا تمشي عندنا تما حبا كاين هذا ما كنتش غتمشي انت ما شاء الله
كنقول لكم ديما كتلقاو الخير في البراني اقسم بالله. قال لك الحمله الناس كيهزهم مالي انا هز دي البراني. لا تهزها حتى لا حنا ماشي بنتي بنت بلادي. انا ما نكذبش عليكم انت بنتي وبنت بلادي نهزها اختي والله. والله الا كنقولها ديما شدوا عليها وقولوا لها تبقى تجي لعندي رانا بن راه تمشي وتشوف تشوف خواتاتي كيبغيوها. الوالده ديالي الله يخليها ليا باقا كتبغيها هي راه تنعتبروها هي ما كانتش كتعرفنا حنا تنعرفوها. والله ما كنت كنعرفها. قالت لي غير وقع لك المشكل ونهار اللي تشفرتي وتضربتي وجهك قالت لي غير تضربتي في وجهك قالت لك راه ما نعرفش قالت لك باش نتواصل معاك ولكن قالت لك عرفت كتبتي مع صافي واحد كيكون مرفوع ما كيعرفش شنو كيدير. باسكو بنتي كانت قالت ما خاص غير واحد قالت لي غنحط الدنيا في المنتدى على رقبتي ليا الشرف كيتبعوني الناس اللي من بلاد بلادي وداك الشيء. واخا انا راه ما تزدتش البنات بالضبط تما انا تزديت في الاطلس ولكن المهم الاصل كتخصك تبعي الاصل ديما هادشي اللي كاين. يلا ان شاء الله تومي معايا في هذا الفيديو هذا اذا صافا غنشاركها معاكم انتم معايا. قبلوا علينا قبلوا علينا علاش حبيتي نرجع للدنيا تبارك الله غزال تسمح لي نورا لا تسمح لي بارك الله فيك انت بارك الله فيك. يلا انتم ان شاء الله هنا البنات صراحه وجدت انا اللي قسم الله وتا هما جابوا اللي قسم الله. المهم البنات شوفوا الواحد راه ما كتجيبوش عندك الماكله واحد كيبغي يجي يشوف كشخص كنقول لهم شكرا بزاف الله يكبر بهم. عمرت لهم الباب بريد ديال اتاي حتى تلي قسم الله والله ما بغاو البنات هادشي نحطو. قالت لي لا ما تحطيش هادونيا. قلت لها كون علمتوني قبل دابا هما علموني البنات في الدقيقه الاخيره. كنت باغا نصاوب كيكه وكنت باغا نصاوب بشويه الحلوه ولكن علموني في الدقيقه الاخيره. شنو هي الدقيقه الاخيره؟ حتى حاجه ما غتقدري تصايبيها في ديك الوقت. صافي البنات قلت لهم ان شاء الله ترجعوا مره اخرى باش نعوضها لكم. قال لك ان شاء الله والله الا البنات فرحت صراحه دوزنا واحد النهار زويون واحد المفاجاه اللي ما غاديش ندير لكم في هذا الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله لان الفيديو غادي يجي طويل بزاف. واحد المفاجاه زوينه زوينه بزاف غتفرحوا اكيد وغيعجبكم الحال لان ديما كتفرحوا ليا نتوما راكم خواتاتي وكاينين مهماتي فيكم اللي كيبغيو ليا الخير واللي كتزاد عليا شي حاجه ولو تكون بسيطه ولا تكون كبيره كتفرحوا ليا بزاف. كنقول لكم الله يخطيكم عليا. واخا انت فاطمه تكبر لينا اتاي بسم الله الله يكبر بك بنتي بسم الله الله يكبر بك انت يا مسكينه. انتما تبارك الله كسالتي انتما يا اختي كويس ديال اتاي على حقه وطريقه. شوفوا دنيا تبارك الله شوفوا خالتي مسكينه كتكبغيش انا خالتي اللي ما عمرتوش تيدي يشطح صح لا هذا راه كي الصحراوي كيديروه هكا ياكي حنا كنبغيو هكا تهزيه ودير يكون صغير. ها انتما شوفوا شتو غير انا صراحه اتاي ديال الصحراوه ماشي بحال صراحه ثاني كنمشي مثلا تما هذا كتشرب تما بنتي دنيا تما الماء عندنا في البلاد زوين الماء زوين كيجيك اتاي وريحته تشميه من راس الدرب خلاها يا الله تبارك الله كتحسي بالشربات لا هو اتاي على حقه وطريقه. ها انتم البنات ها هي خالتي فاطمه ها هي فاطمه الزهراء كتحشوم هي فاطمه الزهراء اكثر مني وي انا شويه زعما عليهم كنزعم فيهم لا لا ماشي مشكل الحشمه زوينه صافي البنات ان شاء الله دابا غادي الله يعاونكم الله يكبر بك الله يحفظك ايت هولندا وين راه دوز مني قالتني اللي دنيا صغار افران افران كوني عاون ربي تغفوني سهل ربي تصفر حمد اكوني صفر حربي والله تقول زريم الفرح داس تصفر حمد اكوني عاون ربي سكر ربي حساب النون يعاون كوني في الغربه النون يا وكل ان شاء الله على خير هذا غير سم الزير ربي كتسع تحلال ان شاء الله. عيله مع باباها باها مات مسكينه اي الله يغسل ربي يرحمه ويغفر ليه ويطول لك في عمرك وانت يا ويخلي ديك وشافي ليها المهم تاع سبحان الله شوفوا سبحان الله جبدناها وشوفوا سبحان الله يا انت اللي دعوه الغريب فهمت يموت نايلي ايام تاع غزين العمر شي من دمايم هي شافها يا مايم ان شاء الله يا ربي يتفنص كما ديال ربي على خير ان شاء الله السما ديال الماري انا غير دلونيش نجمع ربي كتسع التحلال يا ربي يا امين عاون سيدي ربي هاد الصفر حمايل اللي دنيا كنا الصفر حم ربي والله زريم عاتو زاد كل ناس زران فحدات فرحات العجباك الله يرحم الوالدين خالتي الله يرحم ربي الوالدين يا ربي يا امين بس حساب النوم يا ربي يا امين كل ما يصفر دنيا تصفر حم ربي تستاهل تستاهل يعني تواجد تاتيا كون يعاون ربي تعاون تكون تعاون سيدي ربي الناس الناس تعاون كنا دغور سيدنا عند ربي هذا ربي تكوني الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. يلا البنات ان شاء الله غادي نديروا البنات الكوتي ان شاء الله. المهم اللي كنت غنشارك ان شاء الله معكم في هذا الفيديو هذا قلت لخالتي دعي مع المتتبعات ديالي كاملين قالت لي مسكينه ندعي معاهم بنيتي علاش لا يا ربي امين يا ربي امين. يلا هانتوما البنات معنا.